تقريبا من حرس المرمى باش تولي تنفيذ الكره. خليل اللومي هو اللي باش يوزع الكره داخل منطقه الجزاء، اقرب فرصه واخطر فرصه في هذه الفتره الثانيه على الجهه اليسرى لزرير دورمان باش يولي تنفيذ. لاعب المنتخب التونسي من جديد يحاول باش يمهد الكره، تمهيد خارج منطقه الجزاء ثم تزيد. الهدف الاول تزيد ولا اجمل ولا اروع من خارج منطقه الجزاء، يدش بها الشبكه، يحل بها يعني الرموز السريه ويكشفها منذ انطلاقه الفتره الثانيه دقيقه 9 في راس المهدواني، يحطها في حراسه مرمى زرار درمان بلغت الكره يتركنها سامي في الشبكة. اكيد شوف حتى التحضير من خليل اللومي والتصويبه كانت قويه جدا لفراس المهدواني، والهدف تعمل روبون قدام الحارس وقدام المدافع، والهدف الاول لنصور قرطاج. برافو 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 يا فراس المهدواني، الهدف الاول للمنتخب التونسي. قلت يصبر، هاو التحذير من اللومي والتسويب بكل قوه ومؤثر في شباك الحارس زرار درمان. واحد بلاش وفرحه ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي. هذه البدايه القويه، هذه البدايه الرائعه، هذه البدايه اللي نحبوها للمنتخب الوطني التونسي. برافو يا فراس المهدواني، واحد بلاش للمنتخب الوطني التونسي، واحسن بدايه ضروري، ما فماش بدايه خير من هكا فخري. نعم سامي، والكره الاخيره بصراحة فما ممكن النقطة السلبية اللي حاول يصلحها نجح التومي بلغة الكرة البونتا ما فماش في منطقة الجزاء، فما برشا أخطاء على مستوى المنطقة الدفاعية، لكن غياب ممكن في اللمسة الأخيرة مواجه المنتخب التونسي يخليها تمشي سلامات على دفاع المنتخب التونسي. اختير الكرة والهدف، الهدف للمنتخب الليبي، هدف التعادل. كما قلت يلعبوا برشا في ظهر دفاع المنتخب التونسي، كانت مرفوعة ياخذها بالراس لاعب المنتخب الليبي وهو يوسف الشويرف، يحطها في الشبكة يعادل بين النتيجة. ورقم 27 عفوا، رقم 27 هو اللي سجل الهدف، وهو عبد المستيسر بوشنيبة هو العادل النتيجة. بوشيبة عبد المنتصر بوشيبة. شفت الأخطاء، كنت تحكي على الأخطاء، كان عليها سامي، كنت تحكي على الأخطاء فخري، وجات الأخطاء يعني هدف بهتة دفاعية بصراحة. هاي الإعادة بالصورة وخطأ من المدافع معتوق، يعني غسان معتوقي هو اللي أخطأ في الكرة الأخيرة أمامكم. كان مقدم شوية سامي، خليه يرتكب الخطأ في العملية الهجومية الأخيرة حتى نوصفوا لاكسيوك كيف صارت. يعني ممكن دفاع المنتخب التونسي في بعض الأحيان بلغة الكرة ينسى روحه شوية، يقدم يحاول يضغط، لكن المنتخب الليبي ممكن متفطن كانت بالطريقه هذه. وقت اللي خليل اللومي حذر في دقيقه 56، حذر المهدواني اول ركنيه لجانب المنتخب التونسي، مخالفه ولا ركنيه اكيد كره ثابته باش تجيب ان شاء الله تجيب جديد للمنتخب. الكره للمنتخب التونسي والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب التونسي. كنت نحكي على الكره الثابته. المنتخب التونسي يسجل الهدف الثاني رائع بعد الراسيه الاخيره من يوسف سنينه. المنتخب التونسي يسجل، قلت الدقائق القاتلة، الكاول المنتخب التونسي رائع رائع رائع، هدف المنتخب التونسي. كنت تحكي فخري يعني المخالفة اللي جابت الهدف الأول، هذه كرة ثابتة للمنتخب التونسي عبر ركنية، الهدف الأول واحتجاجات من جانب المنتخب الليبي. نعم سامي، وهدف كان قاتل من الجهة اليمنى، الكرة كانت بضربة ركنية، ويبدو لي محمد ناصر الترابلسي يضرب الكرة يسكنها للشباك كما قال سامي. هاي الإعادة مشاهدينا الكرام للو الرمزة الهجومية الناجحة التونسية في الشباك الليبية، توزيع على القائمة الثاني، يضرب الكرة بالرأس لاعب المنتخب التونسي، يحطها في الشبكة، يحطها في المرمى، كرة أوبا تكشف الرموز السرية. 2-1 سامي، هدف قاتل وإذا نحبوا عليه. أكيد هدف ممتاز جدا، هاي الركنية من جانب المنتخب. رقي العواني يأخذ الكرة بالرأس يوسف سنينة، والهدف الأول للمنتخب التونسي. تو نشوفوا صاحب الهدف، يعني صاحب الهدف اللي سجل الهدف للمنتخب الوطني سنينة حذرها سامي، محمد الناصر الترابلسي بالرأس حطها في الشبكة. أكيد هدف ممتاز جدا للمنتخب الوطني التونسي، على كل هدف أكيد غالي، وزنه غالي جدا للنسور قرطاج. هاي الإعادة الركنية من رقي العويني، يطلع ما فماش التسلل بصراحة، ما فماش التسلل من يوسف سنينة، والكرة والهدف الأول من جانب المنتخب الوطني التونسي. برافو. المفيد أنه نسور قرطاج تحقق الهدف، يحقق الهدف الثاني، هدف أكيد غالي برشا. أمامكم الحكم مصطفى الكشاف، هذا مساعد المدرب
المنتخب الليبي يحتاج ممكن على الهدف، ولكن هدف فماش حتى لبس بصراحة، ماش حتى شفنا الإعادة في احنا ضربة جزاء في الشوط الأولى كانت المنتخب التونسي، انذار لمواجهة المنتخب التونسي، لكن إطار فني بطبيعة الحال ما فماش نقاشات، وهذا اللي نحبوا عليه، نحبوا نقاشاتنا تكون بأقدامنا بالأهداف بالتسجيل، وهذا اللي نحبوا عليه. 2-1 المنتخب التونسي أمام المنتخب الليبي في الوقت الإضافي، يسجل المنتخب التونسي رغم أنه خطأ كان عن طريق خطأ دفاعي، المنتخب التونسي يتجاوز الأمور ويصلح ويعدل 2-1 أمام المنتخب الليبي، باش تكون المأمورية سهلة أمام المنتخب الجزائري بإذن الله من خلال الانتصار هذا. وأكيد الانتصار هذا ممكن حتى ضد المنتخب الجزائري راه يلزم تربح، خاطر المنتخب الجزائري بفارق الأهداف كان ربح المنتخب الليبي 3، يعني سجل خط الهجوم أكثر أهداف بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. لو يسجل المنتخب التونسي هدف ثالث ممكن حتى في صورة تعادل مع المنتخب الجزائري، وقتها يحجز بطاقة العبور المنتخب التونسي. على كل انتصار مهم حتى للمعنويات المنتخب التونسي، وفي هذه الآونة يعلن الحكم مصطفى الكشاف على نهاية المباراة للمنتخب التونسي وتفوق دقائق